السيد رئيس جماعة جلالات، رئيس دائرة، السيدة المديرة المحترمة لوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المحمدية لرافاك، السيدة المسؤولة عن كاري سنتر تابع لتويلي هاني، السادة رؤساء المؤسسات الصناعية والوكالات البنكية الذين تشرفنا بحضورهم اليوم، مديري مؤسسات التكوين المهني، أطر المعهد المتخصص لتكنولوجيا الشلالات، أبناء جماعة الشلالات، حاملي الشهادات، الحضور الكريم. أتشرف اليوم بافتتاح هذا اليوم التواصلي حول آفاق سوق الشغل والتشغيل الذاتي لجماعة الشلالات، والذي يدخل في إطار برنامج تشاركي تم تصميمه من طرف مسؤولي مركب التكوين المهني قيادة الشلالات التي كانت وراء بلورة فكرة هذا البرنامج، والجماعة الحضرية للشلالات التي أشكرها على كل ما فعلته وما قدمته لإدارة المعهد لإنجاح هذه المبادرة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي لم تبخل بعطاءاتها لإنجاح هذا المشروع. ولا يفوتني أن أشكر عامل العمالة المحمدية على الدعم اللامشروع لتنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بالتنويه بالعمل الجبار الذي قامت به كذلك شركة ABM المعروفة بأوبزيشن. بينما المحطة الثانية من المبرمجة ابتداء من يوم الاثنين، هناك محطة ثانية إن شاء الله مع حاملي المشاريع يوم 17 فبراير الاثنين القادم، ستكون بمثابة ورشات تكوينية من تنشيط خبراء في التشغيل حول 6 محاور لمدة يومين، لمدة يومين لكل مجموعة متكونة من 25 مستفيد. كل من ساهم من قريب من بعيد في إنجاح هذا اليوم التحسيسي حول آفاق الشغل والتشغيل الذاتي، الذي نتمنى أن يحلف النجاح وأن يكون بدورة لعدد من اللقاءات والمبادرات من أجل الدمج الاقتصادي والاجتماعي لأبناء منطقة حاملي الشهادات. وفي هذا الصدد نؤكد لكم دعمنا المتواصل لهذه المبادرات والاشتغالنا الدائم لتوفير فرص شغل لأبناء المنطقة الحاملي الشهادات بهدف الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للجامعة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وذلك على اعتبار أن التشغيل يعتبر قضية تهم جميع القطاعات وله علاقات وطيدة بنسبة النمو وباقي السياسات الأخرى التي تنهجها الدولة القائمة أساسا على تشجيع حفيز الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الشغل يعتبر حقا دستوريا وموضوع توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأياده في العديد من خطاباته السامية، آخر خطاب افتتاح سنة التشريع الرابعة، حيث دعا جلالته إلى العناية بالتشغيل في صفوف النساء في الوسط القروي، وتفكير في برنامج إدماج حاملي الشهادات وخريجي الجامعات في سوق الشغل وتوفير مناصب الشغل في القطاع العام بالعدد الذي يوفره القطاع الخاص الذي يبقى المشغل الرئيسي وانطلاقا الى السياسه الحاكمه لصاحب الجلاله. في هذا المجال كما نؤكد دعمنا في قلتنا وعلاقتنا مع المستثمرين الرائدين في الاستثمار بتراب الجامعه، وحتى لو قلنا عليكم نتمنى كل نجاح والتوفيق لهذا اللقاء من اجل الوصول الى الاهداف المنتظره منه، وعلينا
هذه المجهودات الجباره والاستراتيجيه المحليه للتغيير باشراك كل الرقم والمهتمين ومسؤولي المقاولات والوحدات الصناعيه بالجامعه لذهاب التطور الذي تعرفه جامعتنا الا حيث هناك منطقه صناعيه وهيكله. كما ان جامعه الشلالات بكم وكونترها اشاراتكم وننكر عليكم بكل ما تطلبون من دعم ومسانده في سبيل التنميه الجميله. نشكر وتوفيق الشغل كل ابنائنا بهذه المنطقه. والحمد لله اليوم قدرنا نحققوا هذه الجوني هذه اللي هي غير بدايه، لانه اليوم هو افتتاح باش نديروا دورات تكوينيه ابتداء الاسبوع المقبل اللي دائما نحتفظوا معنا التكوين المهني مشكورين. دونك غادي يكونوا دورات تكوينيه في ميدان تشري، يعني ورشات وتكوينات على تقنيات البحث عن العمل. غادي يكونوا دورات تكوينيه في ميدان المختصه الحامله للمشاريع ميدان المقاولاتي، وغادي يكونوا ايضا تقنيات على المهارات السلوكيه. وعلى راسهم مدير مركب التكوين المهني للمحمديه ورئيس الجماعه الترابيه، وبخصوص شركاء مركب اللي هما السيكتور بريفي.